وفد فني سعودي يصل إلى إيران لبحث إجراءات إعادة فتح السفارة في طهران والقنصلية العامة في مشهد. الحكومة اليمنية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين في موعدها وتنفي وجود أي معرقلات من جانبها. نيابة باريس المالية تضيق الخناق على حاكم المركزي اللبناني وتضع مسؤولا مصرفيا كبيرا على لائحة المشتبهين بشبكة غسل الأموال الضخمة. البرهان يطالب جميع الأطراف بالتنحي ويؤكد أن الصراع السياسي في البلاد مصطنع. معارك مستعرة في باخموت، وموسكو تتهم كييف بالتخطيط لشن استفزازات كيميائية في سومي. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة من الحدث. نبدأها بهذا الخبر الذي ورد الآن، حيث وصل مسؤولون من وفد فني سعودي إلى إيران لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وذلك إنفاذا للاتفاق بين المملكة وإيران. وأكد بيان للخارجية السعودية أن الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض الغنوم التقى برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هونار دوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران. وخلال اللقاء عبر رئيس الفريق السعودي عن شكره لرئيس المراسم السفير هونار دوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هونار دوست عن استعداد إيران وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي. إلى الشأن اليمني، حيث أكد رئيس وفد التفاوض الحكومي يحيى الكزمان على جاهزية الحكومة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحوثيين، والذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة بوساطة الأمم المتحدة، نافيا أن تكون هناك أي معرقلات من الطرف الحكومي. من جهته أشار عضو فريق الحكومة المفاوض ماجد فضائل إلى أن سبب تأخير صفقة التبادل هو عدم استكمال الصليب الأحمر زيارة كل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم. وأوضح فضائل على تويتر أن الصليب الأحمر طلب 3 أيام إضافية ودعا الجميع إلى ضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ. في المقابل قال رئيس الوفد المفاوض لميليشيا الحوثي إن الجماعة تلقت بلاغا من الصليب الأحمر لتأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل لمدة 3 أيام. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن عملية تبادل المعتقلين تأجلت ل3 أيام عن موعدها المتفق عليه في 11 أبريل الجاري، ورغم أن مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لم يعلن في بيانهما المشترك عن موعد لتنفيذ التبادل، إلا أن تصريحات لممثلي الطرفين في المفاوضات كشفت أن تنفيذ التبادل يبدأ في 11 أبريل ويستمر ل3 أيام عبر 6 مطارات.
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات للشعب اليمني في إنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا. وأكد العليمي بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن المجلس خضع لاختبارات صعبة، وهو اليوم أكثر تماسكا وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة. كما ذكر العليمي بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا ليعطي مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس والتخفيف من معاناتهم، بما في ذلك فتح ميناء الحديدة وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد. من القاهرة ينضم إلينا فيصل مجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية. أهلا ومرحبا بك سيد فيصل. بداية السؤال الأهم، لماذا تم تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى؟ شهركم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. في الواقع هذا الأمر يعود يعني حسب التصريحات التي ظهرت إلى أمور لوجستية تحديدا للصليب الأحمر فيما يتعلق بمقابلات للأسرى وأخذ بياناتهم والتأكد من هويتهم، وأيضا إجراء بعض الفحوصات الروتينية باعتبار أن هذه الأمور هي ضرورية ومن إجراءات الصليب الأحمر. وبالتالي يبدو لي لأن حقيقة هناك لدى الطرف الشرعي عدد كبير من الأسرى، نتحدث عن 106 في مقابل فقط 181 لدى ميليشيا الحوثي، وبالتالي يعني هناك أكثر من منطقة حق تواجد لهذه الأسرى. وأيضا فيما يتعلق بالمطارات وتجريب الطائرات إلى هذه المطارات وتوفيرها، وهذا الأمر هو الذي دعا الصليب الأحمر إلى طلب هذا التأجيل لمدة 3 أيام، ومن ثم ستمضي الصفقة كما كان مقرر لها وفقا للتفاصيل المحددة سلفا. إذن لا يوجد أي أسباب من جانب الحوثيين، لأن هناك من يقول ربما أنها ليست لأسباب فنية أو لوجستية، ربما تكون عملية تعطيل لأسباب أخرى أو لمقابل الحصول على بعض المطالب للحوثيين. الحقيقة لن نتفاجأ بهذا الشأن، الحوثيون دائما ما يضعوا العراقيل ويضعون العصا في الدواليب كما يقال، وهم دائما حقيقة ما يجعلون من الملفات الإنسانية حقيقة ملفات ابتزاز للحكومة اليمنية وللشرعية بل للمجتمع الدولي، وبالتالي نتوقع منهم كل هذه العراقيل، خصوصا وأنتم كما أشرتم في خبركم إلى أن جل هؤلاء المعتقلين تحديدا من جانب الشرعي هم صحفيون مدنيون، ومن ثم ميليشيا الحوثي تبتز دائما الحكومة بهذا الشأن وتبتز المجتمع الدولي مع كثير من التنازلات حقيقة تقدم من جانب الشرعية. والدليل على ذلك هو العدد الكبير، يعني 706 مقابل 181 من قبل ميليشيا الحوثي، يعني مقابل هذا العدد 181 من قبل الحكومة اليمنية سيتم الإفراج عنهم، وبالتالي هذا الأمر حقيقة يوضح للجميع بأن الحكومة دائما ما تلتزم بمواعيدها وبالتزاماتها بهذا الشأن، وبالتالي لن يكون مفاجئا بالفعل أن تقوم ميليشيا الحوثي بوضع العراقيل، خصوصا وأنها ترفض مبدأ مبادلة الكل مقابل الكل، وهذا المبدأ تم حقيقة الحديث عنه من الحكومة اليمنية من وقت مبكر، نتحدث عن المفاوضات التي كانت بداية في جنيف في نهاية 2015، وتم طرح هذا المبدأ وجرى تكراره بعد ذلك في مفاوضات الكويت وبعد ذلك في ستوكهولم، وما تلا ذلك من 9 يعني جولات للتفاوض تحديدا فيما يتعلق بالأسرى، لكن كنا دائما ما نجد العرقلات من قبل ميليشيا الحوثي. الآن يتم الحديث وبحث من خلال المساعي للوصول إلى هدنة مع الجانب الحوثي، هل من الممكن أن تثمر هذه الجهود بما ينعكس أيضا على ملف تبادل الأسرى، ويكون فيما سيأتي من الزمن الكل مقابل كل قابل للتحقيق على الأرض؟
بالفعل هناك انفتاح كبير من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وفي الأساس قرار حقيقة نقل السلطة تضمن بالفعل البحث عن عملية سلمية حقيقية تؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب، تؤدي إلى إنهاء الحرب، بشرط وجود حقيقة رغبة لدى الطرف الآخر، وأن يتم إعادة تأهيل ميليشيا الحوثي للقبول بعملية سلمية حقيقية، بحيث أن الدولة هي التي تحتكر القوة وهي التي تحتكر فرض القانون، ولا يكون هناك أسلحة في يد ميليشيات مطلقا. هناك بالفعل أفكار يجري مناقشتها الآن من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل مجلس الرئاسة، ودائما هناك انفتاح حقيقي من كل مكونات الشرعية اليمنية، وعلى رأسها طبعا والذي يمثل هذه الشرعية مجلس القيادة الرئاسي الذي يسعى بالفعل للتخفيف من معاناة اليمنيين. وقد قال رئيس المجلس في الخبر الذي أشرتم إليه أيضا بأن الحكومة اليمنية تسعى بالفعل إلى تحرير الوطن سواء سلما أو حربا حقيقة في حالة عدم انصياع ميليشيا الحوثي لهذه الخطوات. هناك حقيقة بالفعل مبادرات من جانب الأشقاء سواء في التحالف العربي، من جانب الأشقاء في عمان، وهناك أيضا تواصل من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي، وهناك أفكار تناقش بهذا الشأن بالفعل لتمديد الهدنة ومن ثم بحث عملية سياسية. لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، لماذا لا تزال شحنات الأسلحة حتى هذه اللحظة تهرب إلى ميليشيا الحوثي، وقد أعلن الأسطول الأمريكي أنه قبض على أكثر من 5 شحنات أسلحة فقط أتت أثناء الحديث عن العملية السلمية وبعد يعني اتفاق مبادلة الأسرى؟ لماذا تقوم حتى هذه اللحظة ميليشيا الحوثي وفي رمضان بقصف جبهات مأرب وقصف وقنص المدنيين في تعز، وأيضا تقتل المدنيين وتعتقلهم؟ هذه الأسئلة حقيقة لا تبشر بأن لدى الميليشيا بالفعل رغبة حقيقية في عملية السلام، كما أن محاولتها اغتيال وزير الدفاع وأيضا محافظ تعز ورئيس هيئة الأركان هي رسائل سلبية، وتؤكد بأن هناك للأسف نستطيع أن نقول نوع من تبادل الأدوار بين إيران وميليشيا الحوثي. لكن مع ذلك الحكومة بالفعل منفتحة على عملية سلمية حقيقية تحقق الاستقرار للشعب اليمني، ولا تكون مؤداة أيضا لعملية دموية جديدة. نعم، من القاهرة كنت معنا فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية، شكرا جزيلا لك. قال ممثلو الدعاء فرنسيين إنهم وضعوا مصرفيا لبنانيا رهن التحقيق الرسمي في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتهم باختلاس مبالغ طائلة من الأموال العامة. وقال متحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس إن المصرفي اللبناني مروان خير الدين، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال. وأضاف المتحدث أن خير الدين الذي كان في فرنسا في 24 من مارس عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية لم يحتجز، لكنه تلقى أمرا بعدم مغادرة البلاد وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية أنه يشتبه بأن خير الدين سمح لرياض سلامي بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك الموارد. وتظهر بيانات كشف الحسابات طلعت عليها رويترز كيف تضخمت حسابات رياض سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019. وقال مصدر قضائي لبناني لرويترز إن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال. وكان خير الدين قد شغل منصب وزير دولة في لبنان من عام 2011 إلى عام 2013، وخاض الانتخابات البرلمانية في عام 2022 ضمن قائمة تدعمها ميليشيا حزب الله، لكنه لم يفز. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي توني بولس. أهلا ومرحبا بك سيد توني. ما معنى أن يوضع رهن الاعتقال السيد خير الدين،
وهو كان مرشحا للبرلمان فيما سبق وأيضا تابع لميليشيا أو لدعم ميليشيا حزب الله. مساء الخير. يعني هذا الموضوع يكشف ترابط المنظومة السياسية في لبنان مع المنظومة المالية والمصرفية، وبالتالي عندما نتحدث في لبنان عن تحالف منظومة السلاح ومنظومة الفساد، يعني ما حصل مع المسؤول سيد توني أحد المصارف اللبنانية، وأيضا هو رجل سياسي عين وزيرا وترشح على لائحة حزب الله وحركة أمل في الجنوب. يعني أن المنظومة السياسية التي يقودها حزب الله هي تخترق بشكل واسع النطاق القطاع المصرفي اللبناني، ولديها إمكانيات الولوج إلى المصرف أو النظام المصرفي العالمي عبر مصارف لبنانية تأتمر به أو لديه شراكة معها. مروان خير الدين هو في المحور التابع لحزب الله، ما يعني أن هناك مصالح مشتركة بين هذا المحور وبين المصارف الخاصة عبر مروان خير الدين. اليوم القضاء الفرنسي وأكثر من قضاء أوروبي يلاحق مجموعة من المصرفيين اللبنانيين بتهم فساد وبتهم تحويل أموال وتبييضها في البنوك الأوروبية، وهذا أمر بات مكشوفا خاصة مع بداية الأزمة اللبنانية في 17 تشرين 2019، عندما اتهمت مجموعة كبيرة من رجال المصارف في لبنان ورجال الأعمال بتحويلها ما يقارب 5 مليار دولار أخرجت من القطاع المصرفي اللبناني إلى الخارج. طبعا هذا الإخراج إخراجها ساهم في مزيد من الانهيار الاقتصادي في لبنان، وساهم في تمييز بين المودعين. هناك مودعين أموالهم محتجزة في البنوك حتى الساعة وقيمتها تراجعت تدنت بنسبة كبيرة جدا، في مقابل هناك بعض المحظيين أو الاقتصاديين الذين لديهم حماية سياسية استطاعوا إخراج أموالهم وتبييضها في المصارف الأوروبية، وبالتالي لم يعانوا معناه اللبنانيون. فمن هذا المنطلق في شكل واضح لبنان العصابة التي تحكمه هي مزيج من العصابة العسكرية التي يقودها حزب الله وحلفائها الاقتصاديون وبعض المصارف ورجال الأعمال الذين يشكلون سويا حكومات في لبنان، وهم يمسكون زمام الأمور ومفاصل الدولة اللبنانية. سيد طوني، هل هذه المعادلة التي طرحتها الآن من حيث وجود الاقتصاد مع العسكرة بشكل من الأشكال ربما يمنع إحقاق الحق، يمنع أن يحاسب كما يجب هؤلاء المتهمين؟ تماما كما تفضلت، يعني في لبنان لذلك في يعني نرى ان كل الامور تتحرك قضائيا من خارج لبنان، اما في الداخل اللبناني لا نرى اي تحرك. القضاء اللبناني هو جزء من العملية السياسية وجزء من المنظومة الحاكمة في لبنان، فالعصابة الحاكمة في لبنان هي من تعين القضاة وهي التي تحرك القضاء بما يناسبها، وبالتالي تحول القضاء في لبنان من وسيلة لتحقيق العدالة الى أداة للانتقام من هم ضد الطبقة السياسية الحاكمة. وهذا امر رايناه في كثير من الملفات، يعني اذا يعني مثل واضح جدا هي قضيه تفجير مرفأ بيروت، نرى كيف ان حزب الله المدير الاساسي بامتلاكه النترات الامونيوم في مرفأ بيروت كيف استطاع توقيف اي عجل القضاء ومنع تحقيق العداله في هذا الملف. وهناك ملفات كثيره شاهده على ذلك، منها اغتيالات سياسيه ومنها فساد وسرقه وصفقات مشبوهه وغيرها. القضاء لا يتحرك في هذا الاتجاه، هذا دليل أنه محكوم من تلك الطبقة السياسية التي تقوده بالشكل الذي يناسبها. اليوم الشعب اللبناني في معظم الأمور يطالب بتدخل قضاء دولي، ولم نرى حقيقة في أي قضية تهم الرأي العام اللبناني سوى من قضاء أجنبي. على سبيل المثال قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، في لبنان لم تتحقق العدالة، في حين تحققت العدالة عبر محكمة دولية أشارت إلى القتلة، أشارت آلية القتل وأعلنت من هم القتلة، إلا أن القضاء اللبناني لأنه محكوم من ميليشيا حزب الله لم يتحرك ولم يوقف هؤلاء. طيب، بما أننا نتحدث عن القضاء اللبناني اليوم في مثل هكذا حالة وهذا الاستدعاء من قبل القضاء الفرنسي، ماذا من الممكن أن يضيف أو يدعم مسار محاكمة رياض سلامي؟
يعني مسار تحقيق العدالة هو أساسي لأي أمر في لبنان. يعني اليوم لا يمكن أن ينهض لبنان وأن يخرج من الأزمة دون محاكمة الرموز الأساسية التي أوصلت إلى ما وصل إليه لبنان. فالانهيار الاقتصادي هو نتيجة كما أشرنا معادلة تحالف عصابة السلاح مع عصابة المافيا الحاكمة، وبالتالي هاتين العصابتين المتماسكتين أدوا إلى انهيار البلاد. فإذا لم نشهد تحركا للقضاء واقتصاص من رؤوس كبيرة في البلاد، لن نرى عدالة في لبنان ولن يستطيع لبنان يخرج من ما هو عليه. على سبيل المثال اليوم لماذا تمسك فريق سياسي معين أو فريق حزب الله لنكون واضحين بإيصال سليمان فرنجي إلى رئاسة الجمهورية؟ الأمر الهدف هو أن يكون هناك رئيس جمهورية يحمي هذه التركيبة السياسية وهذا التحالف القائم لمنع أي محاسبة في المستقبل عن أصحاب أو هؤلاء الرموز الكبيرة التي أدت إلى انهيار البلاد. في المقابل الضغط العربي وضغط دولي آخر يصب في مصلحة الشعب اللبناني الذي يريد التغيير ويريد أن يكون هناك رئيس غير تقليدي من سلسلة الرؤساء السابقين الذين يحمون هذه المنظومة وهذه السياسة القائمة، وبالتالي عمليا الفساد يستمر والميليشيات تسرح وتمرح والعصابات تحول لبنان إلى منصة غير شرعية لتصدير المخدرات أو لعدم الاستقرار إلى البلاد. فمن هذا المنطلق يعني اليوم التعويل على رئيس جديد في البلاد يكون غير تقليدي ومن خارج إطار هذه المدرسة التي وصلت البلاد إلى هنا من أجل البدء في عملية تفعيل القضاء، تفعيل الأجهزة الرسمية، تفعيل المؤسسات، وبالتالي تفعيل دور الدولة لكي تنتظم الأمور ويعود يعني مسيرة انطلاق لبنان مجددا. من بيروت كنت معنا الكاتب الصحفي توني بولس، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونعود. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل. طلب إلينا من برلين مراسلة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. أهلا بكم من جديد. في تطورات الحرب الأوكرانية أعلنت قوات فاغنر العسكرية أنها تخوض معارك طاحنة بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة بخموت، وأكدت أن القوات الأوكرانية المدافعة عن المدينة تسلمت عددا ضخما من معدات الناتو المختلفة ومركبات مدرعة بالإضافة إلى دبابات ليوبارد.
من جانب آخر، أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا أوكرانيا كان يحلق فوق منطقة فيودوسيا بشرق القرم. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيس بلدية ميلوتوبول أن أوكرانيا قصفت قاعدة عسكرية روسية في بلدة فيسيل قريبة في الجنوب الذي تسيطر عليه موسكو. وأضافت الصحيفة أن الضربة تعد أحدث الهجمات الأوكرانية لإضعاف سيطرة روسيا في المناطق التي تسيطر عليها بالجنوب، وسط دلائل تشير إلى أن روسيا تسحب معدات قتالية من شبه جزيرة القرم وتعيد نشرها في القطاع الجنوبي لأوكرانيا. أوضح مقر التنسيق بين الإدارات الروسية في أوكرانيا أن كييف تستعد للقيام باستفزازات واسعة النطاق بمقاطعة سومي، تحاكي استخدام الجيش الروسي ذخيرة كيميائية من أجل تشويه سمعة روسيا الدولية. وبحسب ما ذكر المقر، تم نقل مواد سامة إلى المنطقة حتى يتمكن الخبراء الغربيون من رصد استخدام القوات الروسية للأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن أوكرانيا جهزت خطة إعلامية ضد روسيا لصرف انتباه العالم عن حقائق الأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ارتكبها المرتزقون في جيش كييف، على حد وصف المقر التنسيقي. في شأن متصل، كشفت وزارة العدل الأمريكية أنها بدأت تحقيقاً في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط والصين. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن تلك الوثائق السرية هي الدفعة الثانية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم نشر المجموعة الأولى التي تتعلق بالدور الأمريكي في الحرب الأوكرانية الروسية، وشملت لقطات جزئية للحرب في أوكرانيا. واتهمت الولايات المتحدة روسيا بنشر تلك الوثائق. نزيف الوثائق المسربة مستمر داخل البنتاغون، وواشنطن تعيش حالة استنفار قصوى لضبط المتلبسين في القضية. دفعة جديدة من الوثائق المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية تنتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي وتهز عرش كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن تسريب ما يعادل 100 وثيقة سرية إضافية تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة. الوثائق الخاصة بالجيش الأوكراني شملت صوراً فوتوغرافية لمخططات تسليم الأسلحة، كما شملت جزءاً من الخطط العسكرية المحتمل اعتمادها في الهجوم الأوكراني المرتقب ضد القوات الروسية. التسريبات هذه المرة لم تتوقف عند حدود الحرب الأوكرانية كما هو الحال في الدفعة الأولى، بل شملت ملفات أخرى تتعلق بقضايا الشرق الأوسط والملف الصيني والمسرح العسكري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وملفات الإرهاب. دفعة ثانية إذن خلفت عاصفة من التهم المتبادلة حول المسؤول عن تسريب هذه الوثائق من خلف أبواب البنتاغون المصدة بإحكام. الأكثر من ذلك هو أن المسؤولية قد تتحملها وكالات مخابرات أخرى غير الأمريكية، كما هو الحال بالنسبة للمخابرات الأسترالية والنيوزيلندية والكندية والبريطانية أيضاً، التي تتعاون وتنقل المعلومات فيما بينها. لكن الخبر قد يأخذ أبعاداً أخرى غير المتداولة بشكل رسمي على وسائل الإعلام، فالتدفق المستمر للوثائق المسربة طرح علامات استفهام حقيقية حول صحة المعلومات، فقد يكون الأمر متعلقاً بحرب معلومات بين روسيا والمعسكر الغربي، طرح لم تستبعده الكثير من الأطراف داخل موسكو التي وصفت هذه التسريبات بعمل استخباراتي غربي من أجل التضليل. تقول صحيفة نيويورك تايمز دائماً نقلاً عن مسؤولين روس، ووسط فوضى المعلومات هذه يبدو أن الحروب الموازية لحرب المدافع ستكون أكثر حسماً في هذا الصراع. وسام الذهبي، العربية.
خطط أمريكا العسكرية سريتها خرجت عن السيطرة، معلومات سربت وأصبحت حديث العالم، خطط تكشف نوايا أمريكا في أوكرانيا بالصور والأرقام. هذه وثيقة سرية توضح تمركز الجيشين الأوكراني والروسي ونقطة انطلاق الهجوم المضاد الأوكراني، وهذا رسم بياني للمعدات العسكرية المنتظر وصولها لأوكرانيا وأيضا أماكن تدريب الجنود الأوكرانيين. بينما هذه الوثيقة تبين خطوط الإمداد العسكري وممر الآليات، خطة الدفاعات الجوية جلية هنا توضح الوثيقة توزيعها في أوكرانيا الشهر القادم. خريطة أخرى لموقع العمليات المرتقبة في الجنوب الشرقي من مقاطعتي خيرسون وميكولايف. ما عرضنا هو بعض من 100 وثيقة سرية سربت تباعاً على وسائل التواصل تكشف عما تخططه أمريكا عسكرياً في أوكرانيا وأيضاً في الصين والشرق الأوسط. غداء السالم، العربية. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. مستشار الأمن القومي العراقي يصل السليمانية للوقوف على ملابسات انفجار المطار. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. إلى الشأن السوداني، حيث يقيم وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وليمة إفطار بمنزله في هذه الأثناء، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وقادة المكونات والتيارات السياسية، الذي ينتظر أن يوجه كلمات يتطرقون فيها للتطورات الأخيرة في السودان والعملية السياسية. وفيما لا يزال الخلاف قائما بين الجيش والدعم السريع حول بنود وتفاصيل عمليات الدمج الإصلاح الأمني والعسكري، حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من تعذر الوصول إلى توافق لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، قائلا إن الزمن ليس في صالح السودانيين وكل يوم تأخير تظهر فيه مكائد. كما طالب البرهان بالابتعاد عن التجاذبات والانقسام والجلوس للتفكير في الوطن على حد قوله. نحن هسه شفنا التجاذب بين المجموعات السياسية، وأنا بصراحة ده أنا بترجى منهم أنهم كلهم يمزحوا جانبا، نحن وهم كتلة ديمقراطية، المجلس المركزي، كلنا نزح نفسح المجال لآخرين غيرنا، لو نحن ضيعنا 4 سنين ونتحدث في نفس الحديث. 4 سنين ما في زول دار يقبل بالثاني، كل زول دار يكبر كومه عشان المحاصصة. إحنا أخواننا ذي ناس المجلس المركزي من أول يوم قالوا إحنا ما دارين محاصصة، أخواننا ناس الكتلة قالوا إحنا ما دارين. طيب أنتوا كنت ما دارين محاصصة وما دارين زول يزيد أكبر من الناس التانين، حقه نقعد ونفكر في الوطن، ما نفكر في أصلا في المكسب اللحظي. عشان كذا أنا بقول الله إحنا كلنا نمشي، نحنا المركزي، الكتلة الديمقراطية، كل زول يتنازل ونخلي نفسح المجال لآخرين غيرنا نحن.
ما عنده الحاجة في نفسهم عشان يشيلوها ضد الآخرين. إحنا جزء كبير من صراعنا ده ما عنده ما زي ما قالوا صراع كله مصطنع كله مفتعل. إذا فتشت فيه ما بتلقى سبب كافي لأن الناس يتصارعوا. حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي من جهته طالب جميع الأطراف بالجلوس من أجل إخراج السودان من المأزق الذي يعيشه وصولا إلى السلام الدائم. نحن جزء منكم وأنتم جزء مننا، يجب أن نجلس مع بعضنا البعض لإخراج هذه البلاد من المأزق الموجود. لا أنا مفكر ولا أنت مفكر ولا العسكري مفكر أكثر من العقل الجمعي هو الذي يقودنا إلى السلام الدائم. أما المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف فأكد أن السودانيين منقسمون بين من يريد التغيير ومن يريد إعادة البلاد إلى ما قبل 11 أبريل على حد قوله. إن كان من شيء يفترض يخلينا نحن فعلا منقسمين في البلد دي، نحن منقسمين بين حاجتين، منقسمين بين القوى الدائرة تعمل تغيير وقطيعة مع مشروع الاستبداد الحمل والنظام السابق، وما بين الناس الدارين يرجعوا عجلة الساعة لما قبل 11 أبريل. إلى العراق، حيث وصل وفد أمني من الحكومة الاتحادية العراقية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وصلوا إلى السليمانية، وذلك على خلفية أحداث استهداف تركيا لمطار السليمانية. وقال النائب كروان يارويس إنه من المقرر أن يشكل مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق من اللجان المختصة في البرلمان وزيارة السليمانية. على بعد أمتار من هذا الموقع كان زعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على موعد مع هجوم قيل إنه تركي، هجوم أرادت أنقرة من خلاله قول الكثير. الانتهاكات مستمرة في العراق وسوريا ولها أبعاد خطيرة ضد المنطقة. موقف الاتحاد الوطني القومي المساند لأشقائه في سوريا يزعج تركيا. الهجوم استهدف موقعا قريبا من مكان وجود مظلوم عبدي أثناء توجهه إلى مطار السليمانية عقب اجتماع جمعه بالأمريكيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية. وفقاً لمصادر العربية الخاصة فإن الهجوم كان تحذيرياً ولم يهدف إلى التخلص من عبدي الذي كان على متن مروحية وبرفقة شخصيات أمريكية، أمر حال دون استهدافه المباشر. بحسب مديرية أمن مطار السليمانية فإن الهجوم حدث عبر طائرة مسيرة وتسبب بانفجار قرب سور المطار ولم ينتج عنه إصابات. هجوم يعيد إلى الأذهان سيناريو مشابها في الأسلوب والسلاح وعلى أرض عراقية وإن اختلفت الشخصيات والنتائج. رائد المصطفى، الحدث. لم يتسبب الهجوم على مطار السليمانية الدولي بأية خسائر تذكر بحسب مصادر، ولكن الهجوم تسبب احتقانا في العلاقات وتصعيدا وتبادلا للاتهامات ما بين حزبي السلطة في إقليم كردستان العراق. هجوم مطار السليمانية الدولي فجر خلافا جديدا ما بين الحزبين الكردستانيين الرئيسيين الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني. الاستهداف كان عبر طائرة مسيرة تركية بحسب المصادر لقائد قوات قسد مظلوم عبدي المطلوب لتركيا. البيانات الصحفية للاتحاد الوطني كانت غاضبة ومتهمة شريكهم الديمقراطي الكردستاني بأنه متعاون مع تركيا لاستهداف مناطق نفوذ الاتحاد الوطني بحسب البيان. طبعا الاتحاد الوطني يتأسف على هذا التصعيد الغير مبرر من الحزب الديمقراطي الكردستاني واستهداف مناطق نفوذ الاتحاد الوطني بشتى الوسائل، بعضها بالتعاون مع أطراف داخلية وبعضها بالتعاون مع أطراف خارجية وبالتحديد تركيا. هذا الاستهداف استهداف غير مبرر، وآخرها كان استهداف مطار السليمانية، ونحن نقول بأن صح أن المطار استهداف مطار السليمانية كان من الطرف التركي، لكن كانت بدلائل داخلية وكان بتعاون داخلي. الموقف الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لم يذكر تركيا في اتهاماته بشكل مباشر، ولكنه اتهمها ضمنا بالوقوف وراء الهجوم. من جانبه هاجم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والمنتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني
هاجمت تركيا وطالب بالاعتذار عن الهجوم، فيما طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأطراف الكردية بالتهدئة والضبط النفس وإفساح المجال أمام الجهات الأمنية لإكمال التحقيق. لا يمكن لأحد أن يتصور وأن يبين أو يثبت تورط الحزب الديمقراطي بهذا الموضوع، ولكن بكل صراحة أنا متأكد بأن هذا التوتر سوف يزال بعد عدة أيام من خلال الاجتماعات التي تعقد بين الجانبين، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، والانتخابات سوف تحسم كل شيء. خلافات الحزبين الكرديين الرئيسيين عادت بذاكرة المراقبين إلى تاريخ الخلافات الطويل فيما بينهم والممتد إلى نحو نصف قرن، بيد أن هناك من يراهن على الحكماء من كلا الطرفين لطالما أسهموا بعودة المياه إلى مجاريها بعد كل خلاف. أحمد الحمداني، الحدث، أربيل. إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذه الصور المباشرة من إسرائيل، وهي يعني متابعة وتجدد للاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل لتعديل النظام القضائي الذي ذهب إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، ربما أيضا تأثرت هذه الاحتجاجات بالتصعيد الأمني الذي تشهده إسرائيل في الفترة الأخيرة، على وقع إطلاق الصواريخ، على وقع أيضا التوترات التي تشهدها المناطق الحدودية لإسرائيل مع جوارها، وأيضا التصعيد الأمني الذي شهده المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة. إذن هذه المشاهد مباشرة من إسرائيل كما تشاهدون، مظاهر احتجاجية، وهذه بالتحديد من تل أبيب. لا يوجد أي مظاهر للعنف، أو وإنما على ما يبدو بأنها مظاهرات سلمية احتجاجية فقط للتعبير عن رفض الإجراءات التي كان بصددها نتنياهو بما يخص تعديل نظام القضاء في إسرائيل. وعلى الرغم أيضا من كان فيما سبق تم الإعلان عن تأجيل هذه الإجراءات، ولكن يبقى الشارع في إسرائيل على نفس الزخم فيما يخص الرفض حيال هذا الملف. إذن هذه الاحتجاجات ليست جديدة في الداخل الإسرائيلي، وإنما تتجدد من بعد موضوع وملف تعديل النظام القضائي في البلاد الذي لقي رفضا من شريحة كبيرة في الداخل الإسرائيلي كانت تعارض هذا الإجراء، وعلى الرغم أيضا من أنه تم التعديل عليه والذي أعلن عنه نتنياهو في الأيام السابقة، إلا أن ما زال الشارع يرفض كل هذه التغييرات على الرغم من التعديلات التي تحدث عنها نتنياهو فيما يخص هذا الملف. وخرج الآلاف في احتجاجات جديدة بتل أبيب ضد خطط حكومة نتنياهو لتغيير النظام القضائي، مطالبين بإلغائه وليس فقط بتأجيله. وذكر بيان للحركة الاحتجاجية أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في كل المجالات وتعتزم تمرير ما اعتبروه انقلابا قضائيا خلال عطلة الكنيسة بدلا من التركيز على الأمن. هذه الصور مشاهدينا نتابعها مباشرة من تل أبيب، هي للاحتجاج على تعديل النظام القضائي حتى بعد ما تم الحديث عنه والإفادة من قبل نتنياهو عن تعديل بعض النقاط فيه.
إذن هذه الاحتجاجات في تل أبيب من داخل إسرائيل فيما يخص رفض خطط حكومة نتنياهو لتغيير النظام القضائي، وأيضا للمطالبة بإلغائه مع تأكيد الرفض حتى على التأجيل. لا يريدون التأجيل ولكن يريدون إلغاء ما يخص هذه الخطط الحكومية لتغيير النظام القضائي. في شأن آخر، ألقى ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار بظلاله على الأسر المسلمة في فرنسا وعاداتها الغذائية في رمضان. بعد أن صدمها غلاء السلع في المحال الكبرى، لجأت أسماء إلى هذا السوق الشعبي القريب من مسكنها في باريس على أمل أن تجد طلبها، لكنها اصطدمت بالواقع نفسه. فارتفاع أسعار الخضار والفاكهة هنا جعلها تقتصد في شراء احتياجاتها لتحضير مائدتها الرمضانية. نحاول باش نشري شوية شوية، معناها مثلا التفاح ناخذ بالكيلو، نعمل كومبوت والجاتو والكل، توا ناخذ كعبتين ثلاثة أربعة. مجبورين باش ننقصوا الكونتيتي ديجا باش نجموا نكملوا الشهر، باسكو توا ما عادش نخلطوا باش نكملوا مع المصاريف الزايدة، الضوء غلي، كل شيء غلي. بح صوت هذا التاجر ولم يفلح في جذب الزبائن الذين اتبعوا التقشف لمواجهة الغلاء، لكن ذلك أثر سلبا على دخل هؤلاء التجار المتراجع بنسبة كبيرة وفق ما يقولون. ما فيش إقبال أو زي الأول، يعني كل الأسعار في المخزنات غليت، السلع العادية بتاع الأكل واللحمة والحاجات دي يعني. فطبعا ما معهمش فلوس كتير. ارتفاع معدل التضخم في فرنسا إلى أكثر من 6% سبب تراجعاً في الإقبال على الأسواق حتى الشعبية منها، التي كانت تعد ملاذاً للجاليات العربية والمسلمة لاقتناء مستلزمات شهر رمضان، لكن الوضع اليوم تأزم وقد يطول. عادة ما تكون هذه الأسواق الشعبية ملاذا لأصحاب الدخل المحدود خاصة في شهر رمضان نظرا لتوفر البضائع بأسعار مخفضة نسبيا، لكن أزمة التضخم لم تفرق بين غني وفقير، إذ تركت بصمتها هنا أيضا لتنغص على الصائمين متعتهم في شراء ما يشتهونه من مأكولات. زين عدي، الحدث، باريس. إذن مشاهدينا، نعود وإياكم ونتابع هذه الصور من تل أبيب. كما ذكرنا قبل قليل بأن هذه الاحتجاجات هي منددة بقرارات نتنياهو بما يخص طبعا تعديل النظام القضائي الذي تم الحديث عنه، وعلى الرغم من أن نتنياهو تحدث أيضا فيما بعد عن تأجيله وبعض التعديلات عليه، إلا أن الشارع في إسرائيل ما زال رافضا لهذا التغيير ولا يرضى بالتأجيل، ولكن يريد إلغاء كل هذه التعديلات التي تحدث عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذن مشاهدين، في ختام هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. وفد فني سعودي يصل إلى إيران لبحث إجراءات إعادة فتح السفارة في طهران والقنصلية العامة في مشهد. الحكومة اليمنية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين في موعدها، وتنفي وجود أي معرقلات من جانبها. نيابة باريس المالية تضيق الخناق على حاكم المركز اللبناني وتضع مسؤولا مصرفيا كبيرا على لائحة المشتبهين بشبكة غسل الأموال الضخمة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.